هناك مشروع واعد وهو لأول مرة بقرار من السيد رئيس الجمهورية، قرار يتعلق بإنجاز لأول مرة مستشفى للمشاكل المتعلقة بالأمراض الأعصاب والجراحة في بابا حسن، وهو ما نطلق عليه بالتسمية باللغة الفرنسية الافيسي، صراحة يكون مستشفى فقط لهذا المرض ويتم التكفل به بالحالات المستعصية، وهو إنجاز أيضا سيدعم المنظومة الصحية. وفي نفس الوقت في بالموازاة مع هذه الأنشطة هناك أيضا أنشطة متعلقة بتعزيز لمرضى السرطان في رويبة وفي في مستشفى بنمسوس، سيتم أيضا استلامها في آخر السنة، وبذلك العاصمة سيكون لها تعزيزات صحية قادرة على التكفل بحاجيات المواطن. ولاية الجزائر راح يتقدم في مجهود كبير والشكر موصول لها ومشكور للسيد الوالي، ونظن أنه بداية السنة المقبلة سنكون على مقاييس دولية في كثير من التخصصات الطبية بولاية الجزائر.